انا الهدف ديالي هو التحدي اول حاجه، بعدا واخا عندي انا هاد الاعاقه من ناحيه الجهه اليسرى عندي، انا كيعجبني التحدي وداكشي، وباغي تكون انا هذه رساله للجميع بان راه المعاق خاص يكون عنده واحد الهدف، وخاصنا نعطيه واحد الفرصه انه تا هو يبان، ما يكونش غير ديما مهمشي انه ولا انت معاق ما تقدر دير حتى شي حاجه. اسبق لي اي شاركت في شحال ديال لي فيستيفال وداكشي وما ربحتش وداكشي، ولكن المهم هو انك تخلي واحد الصوره بان المعاق راه يقدر يدير شحال من حاجه. انا هو هذا هو الهدف ديالي الاول، ماشي المهم انني غادي نربح في المسابقه ولا ندير شي حاجه. انا ما كنظنش انك باش تضحك غادي غير تجي وتقول واحد الحاجه ديال نامبورت كوا باش تضحك الشعب ولا تضحك شي واحد. بالعكس، الا خاصك تحاول تضحكو في شي حاجه اللي كتمسو هو ولا اللي كتمس المجتمع، اللي كلنا عارفين شنو هي. اما ارا نجي نخرمز عليك تخرميزه هكذايا وراك غادي تضحك وصافي، ما غادي يكون الهدف من هذيك الضحكه حتى شي حاجه، ما كاين لا رساله، ما كاين منها لا استفاده، ما كاين والو. بالعكس، حنايا الا بغينا نضحكو كنضحكو منا كنفهمو شي حاجه، كنفهمو علاش ضحكنا اصلا، ماشي غير كتضحك غير هكاك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.